بخصوص الوضع الصحي بهذا الاقليم، بطبيعه الحال هي المشاكل عديده ومتعدده في هذا الاقليم، ولكن فيما يخص هذا الموضوع هو نفس الموضوع يتكرر، نفس المعاناه، نفس الصيحات تتكرر، هي مع تزامن ديال فصل الصيف وارتفاع درجه الحراره بشكل كبير في هذه المناطق النائيه على الخصوص باقليم الصويره. يعني كنسمعوا نفس الاخبار وكتوقع نفس الحوادث، ما فيها يعني الناس اللي كيتقاسوا بلسعات العقارب والافاعي وحدوث وفيات. يعني فقط الى تحدث على الاقليم الصويره في هذا الاسبوع الماضي كنسمعوا انه هناك حدود 3 وفيات من مصادر مؤكده بطبيعه الحال، احداها بالجماعه اللي كنتمي ليها انا، اللي هي جماعه بوزمور، احد الاشخاص كبار السن يعني لدغته افعى وتوفى، كذلك طفل عمره تقريبا واحد 3 سنوات في جماعه ايدو كازو في نفس الاقليم، ثم طفل اخر او طفله عمرها عام وشهور كذلك توفت بجامعة سيدي غانم. فكنقول اليوم أن الوضع هو خطير جدا، الوضع يستدعي من جميع الجهات المسؤولة أن تدخل لوقف هذا النزيف، بحكم أن الإشكال عندنا هنا في الإقليم هو واضح. يعني وكنسولوا اليوم على الطرقات اللي كاينة من الدواوير، وكنعرفوا أن احنا فقط في إقليم صويرة عندنا 57 جماعة، ف 57 جماعة مقسمة على إقليم، على قبائل إححان وقبائل شياضمة، وكنعرفوا أن كل جماعة فيها مساحات هي شاسعة، دواوير اللي هي عديدة ومتعددة، وكل دوار يبعد على المراكز الصحية إن توفرت، لأنه كندويو على واحد المستشفى في 8 يعني الحدود الساعة مازال ما خرجش للوجود، كنسمعوا أنه كاين ترافع باش أنه يتحل، ولكن سنوات هذه عديدة ومازال ما تحلش، كيف أنه الناس كلهم دابا اللي بغى يتداوى واللي لدغاتو كيف ما قلنا عقرب أو أفعى أو حدا يعني الزواحف السامة، فكيكون مضطر أنه يتنقل إلى غاية المستشفى الإقليمي بالصويرة. ملي كتوصل تاني المستشفى الإقليمي بالصويرة كنقولوا اليوم هل هو مجهز لاستقبال هذه الحالات، هل يتوفر على الأمصال؟ وحنا كنسمعوا أن كاين مشكل في المصل اليوم ضد السموم في الصويرة، كذلك في مجموعة ديال الأقاليم، ولكن اليوم نسائل أنفسنا بحكم أنه 3 الوفيات راه ماشي رقم عادي في ظرف أسبوع، فماشي شي حاجة سهلة. هذا يسائلنا جميعا كمنتخبين، يسائلنا كبرلمانيين، يسائل المسؤول الأول على الإقليم اللي هو عامل عملة الصويرة، يسائل كذلك مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ونتمنى صراحة أن الوزير يقوم بزيارة للمنطقة، لأنه كيف ما قلت غنبقاو دائما نعاودوا نفس المشكل، كل ما جا فصل الصيف كل ما ارتفعت درجة الحرارة كتخرج هذه الزواحف كتقيس لنا الأطفال ديالنا، كتقيس لنا الشيوخ، وبالتالي كتحدث الوفيات. كنقول كذلك على أن سيارة الإسعاف بالإقليم واش كتوصل في الوقت ولا ما كتوصلش، واش عندنا الطرقات اللي هي مزيانة اللي هي معبدة بشكل جيد باش أن سيارة الإسعاف توصل في أقرب الأجال لهذا المستشفى. كذلك السؤال المطروح، علاش اليوم هاد الامصال ضد السموم ما تكونش متوفره بالمراكز الصحيه بالجماعات سواء الصغرى ولا جماعات اليوم كبار؟ فكيف ما قلت هذا موضوع يستدعي كذلك ان الاعلام يتطرق ليه، وشكرا لكم على الاستضافه، ويستدعي كذلك ان من جميع الهيئات الحقوقيه والمنظمات وكذلك يعني المجتمع المدني بصفه عامه انه يتطرق لهذا الموضوع، لان الوضع يندر بمزيد من الوفيات مستقبلا اذا بقى الوضع على حاله، فبالتالي وجب التدخل في اقرب الاجل.